هاي رجل البطة عراقية متسلقة، طبعا راح اخذ المنيوم اثنين او ثلاثة وراح ازرعهن داخل المظلة حتى اسويهن دايات اكاثر من يمن. المكان اللي راح اختاره يكون بنهاية المظلة، هذا المكان من تنزرع بالتربة المباشرة يكون افضل من السندان، النمو مالتها يكون قوي سريع تستقر النبتة. أرش بتموس المكان اللي حفرت بيه شوية، لقيت بيه رمل مال بناء بتربة بتموس. أرش فيحليلي اياها، صارت عندي بهذا الشكل. أي نبات تحاولوه للتربة هيجي التربة مالته من أسفل بهذا الشكل، حتى النبات الداخلي من تحاولوه لغير صندانة هيجو جذور مالته بهذا الشكل. طبعا التربة صارت عندي بتموس وزميج دفنتها. اخر شي راح اضيف لها سماد الفيرمي كومبوست، طبعا هذا السماد يكون جدا مغذي حتى هسه صارت عدة بهذا الشكل. ان شاء الله من يكتمل النمو مالتها وتصعد نشوفكم اياها.